بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. تفجيرات إرهابية تستهدف المملكة، أحدها في المدينة المنورة، وولي العهد السعودي يؤكد أن الإرهاب يزيدنا قوة وتماسكا. استنكارات دولية وعربية ومحلية لتفجيرات المملكة، والحريري يقول إن الذين يزعمون أن السعودية تمول داعش مدعوون لصحوة ضمير. بعض الدول العربية والإسلامية احتفلت بأول أيام عيد الفطر وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، 6 شركات تتسابق على استثمار مواقف المطار، ومجموعة خرافي تفوز من جديد. وفي رياضة، مانشستر يونايتد يحضر عقدا تاريخيا للتعاقد مع نجم برشلونة سواريز. أهلا بكم. امتدت يد الإرهاب مساء الاثنين إلى المدينة المنورة، حيث فجر انتحاري نفسه بالقرب من الحرم النبوي الشريف بعد اعتراضه من قبل رجال الأمن الذين استشهد 4 منهم وجرح 5. وفي أول رد فعل أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أن أمن الوطن بخير، والإرهاب لن يزيد المملكة إلا قوة وتماسكا. الإرهاب المتنقل في دول المنطقة والعالم امتد مجددا إلى المملكة العربية السعودية التي شكلت مساء الاثنين مسرحا لثلاثة تفجيرات انتحارية، أحدها في موقف سيارات قوات الطوارئ بالقرب من الحرم النبوي الشريف من الجهة الجنوبية، حيث يوجد المقر الرئيسي للمحكمة الشرعية في المدينة المنورة. وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه مع حلول صلاة المغرب اشتبه رجال الأمن بأحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند اعتراضه فجر نفسه بحزام ناسف ما أدى إلى استشهاد 4 من رجال الأمن وجرح 5. وأضاف المتحدث الأمني أنه في مغرب اليوم نفسه وبالقرب من أحد المساجد المجاورة لسوق مياس في محافظة قطيف فجر انتحاري آخر نفسه وعثر في المكان على أشلاء بشرية لثلاثة أشخاص يجري التحقق منها. وقد أكدت وزارة الداخلية أن هذه الأعمال الدنيئة التي لم تراعي حرمة المكان والزمان وحرمة الدماء المعصومة تبين بشكل جلي مدى الضلال الذي بلغته هذه العناصر الضالة وما يدفعهم إليه فكرهم الظلامي. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الذي عاد جرح التفجير الانتحاري بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدة أكد أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدينة المنورة وجدة والقطيف لن تزيدنا إلا تماسكا وقوة، مشددا على أن أمن الوطن بخير وهو في أعلى درجاته. بخير والوطن يزداد قوة، كل يوم يزداد قوة لأبنائه، حرص أبنائه وإصرار أبنائه على تطهير وطنهم بإذن الله وعلى حفظ أمن وطنهم. عندي وعد يا طويل العمر سم أني أنا وزملائي فدا وشد لهذا الوطن الغالي من الإرهاب، ودمي وروحي فدا لهذا الوطن طال عمرك. كفو والله، الله يبارك فيك وأنتم وسام وشرف لنا. الله يسلمك. الوطن يستحق. نعم يستحق الخدمة. نعم يستحق كل ما نملك. والوطن في أعلى قمة الأمن الآن إن شاء الله، أبناء مصرين على الحفاظ عليه. نقول إن شاء الله الحمد لله. والدليل هذول نفذوا عمليات فاشلة وانتوا صديتوهم الحمد لله. يشار إلى أن الداخلية السعودية كشفت بأن انتحاري جدة هو المقيم عبدالله كلزار خان، باكستاني الجنسية ويقيم في مدينة جدة مع زوجته ووالديها بعد أن قدم إليها قبل 12 عاما للعمل كسائق خاص. التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المملكة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالإرهاب. سيل من برقيات التعزية ورسائل التضامن والاستنكار تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد الهجمات الإرهابية التي طالت المملكة.
مصر أكدت أن الإرهاب الغاشم والخسيس أبى أن ينتهي شهر رمضان المبارك بدون أن يطل بوجهه القبيح في أطهر وأقدس الأماكن، مجددة الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ووقف مصادر تمويلها. البحرين دانت بشدة العمل الإرهابي الدنيء الذي يتنافى مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية كافة، مطالبة بتضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب. قطر والأردن أكدتا في برقيتيهما تضامن بلديهما التام ووقوفهما إلى جانب السعودية ودعمهما لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف. الإمارات العربية المتحدة أبدت تضامنها التام مع المملكة لاستئصال خطر الإرهاب الذي لا يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل وقدسية المسجد النبوي الشريف وأماكن العبادة الأخرى التي يستهدفها بجرائمه. مجلس التعاون الخليجي دان هذه الجرائم المروعة التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتبرهن بأن الإرهاب آفة خطيرة ينبغي أن تتضافر كل الجهود من أجل القضاء عليها. أما منظمة التعاون الإسلامي فأشارت إلى أن هذه الهجمات مخطط يائس يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الذي هو حجر الأساس في أمن واستقرار المنطقة والعالم الإسلامي. الجامعة العربية دعت إلى تكثيف الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمواجهة الخطر المستشري للإرهاب والقضاء على هذه الظاهرة بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار إلى الدول العربية كافة. الأزهر الشريف ندد بمحاولات الإرهابيين والمتطرفين الزج بالمساجد في صراعاتهم، مؤكدا وقوفه إلى جانب المملكة في محاربة الإرهاب والتصدي له حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره. أما إيران فدانت الهجمات التي استهدفت المملكة، فيما اعتبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أنه لم يعد هناك خط أحمر للإرهابيين وأن الطريق الوحيد لإنهاء الأوضاع الراهنة هو الوحدة في العالم الإسلامي. كما نددت روسيا بالتفجيرات الإرهابية في السعودية وأبدت استعدادها لتعزيز التنسيق مع الرياض في محاربة الإرهاب. الرئيس سعد الحريري استنكر الهجمات الإرهابية على المملكة العربية السعودية وقال إن الذين يزعمون أن السعودية تمول وتدعم داعش مدعوون لصحوة ضمير. رأى الرئيس سعد الحريري أن الهجوم الإرهابي الأخير بخاصة المحاولة الفاشلة لاستهداف الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة يثبت لمن ما زال بحاجة لإثبات أن من يقومون بهذه الأعمال الجبانة لا يمتون للإسلام ورسوله بصلة، بل إنهم في حرب مفتوحة ضد ديننا الحنيف وعلى أرض حرميه الشريفين. وتابع الحريري إن كل المسلمين يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في هذه المواجهة المفتوحة بينها وبين فئة الضلال والإرهاب والفتنة. وختم الرئيس الحريري إنني إذ أعرب عن تضامني كمسلم وعربي مع المملكة وشعبها لا أشك لحظة أنها ستنتصر في هذه المواجهة، وأدعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحمي المملكة والإسلام من كل عدو آثم وأن يرحم الشهداء ضحايا الإرهاب المجرم وأن يعجل بشفاء الجرحى ويمد أهلهم وأصدقائهم بالصبر والأمان. وفي تغريدة على صفحته على موقع تويتر قال الحريري إن الذين أمضوا رمضان يكذبون على الناس زاعمين أن السعودية تمول وتدعم داعش مدعوون لصحوة ضمير بعد هجمات داعش الانتحارية الإرهابية على المملكة. الرئيس فؤاد السنيورة دعا الدول العربية والإسلامية إلى العمل بشكل جدي من أجل الحد من الإرهاب ومكافحته، وقال في اتصال مع العربية على الأنظمة رفع الظلم ونشر الاعتدال. يجب أن يبذل على صعيد منسق على صعيد عدة دول عربية وإسلامية بما فيها الجامعة العربية بما فيها منظمة المؤتمر الإسلامي وما فيها أيضا الأمم المتحدة لإطلاق الجهود المكثفة في هذا الخصوص من أجل الإدانة ومن أجل تكثيف الجهود الأمنية في هذا الخصوص. يجب أن نذهب إلى الأصول لهذه المشاكل التي تعترضنا، حيث أن هناك فئة ضالة مضللة تستعمل بعض الذرائع من أجل القيام بهذه العمليات، وهذا يتطلب منا جهدا حقيقيا على صعيد دولنا من أجل توخي العدالة من جهة وتوخي أيضا الإصلاحات الحقيقية في أنظمتي في مناهجنا التربوية والتعليمية.
أبرق رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري إلى عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز مدينا ومستنكرا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت حرمة المسلمين والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومسجد العمران في القطيف. وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التفجيرات التي حصلت في المملكة العربية السعودية وبخاصة في جوار الحرم النبوي الشريف بالعدوان الإجرامي بحق كل المسلمين في العالم، وهو استفزاز لمشاعر كل العرب والمسلمين. وقال في بيان له إن من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية تفجيرية لا دين له ولا ذمة ولا أخلاق، وإن ما حصل من تفجيرات في المملكة العربية السعودية هو ضد السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة في مواجهتها للإرهاب. وقال إن الإرهاب هو مرض خبيث لا يستأصل إلا بموقف عربي إسلامي موحد وفاعل للقضاء على هذه الآفة التي أصابت الجسد العربي والإسلامي. ومن دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لتهنئته بعيد الفطر السعيد، استنكر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الحادث المجرم الذي تعرض له المسجد النبوي الشريف، واعتبر أن الحل الوحيد هو تمسك المسلمين بدينهم والتسامح الذي يوجبه هذا الدين. أكد لي سماحته أن دار الفتوى لن تكون إلا موئلا للاعتدال وداعية للتحالف بين عناصر المجتمع والتآلف بينها، والتمسك بدولة لبنان كدولة عربية تنتمي إلى أمتها. وأيضا أكد لي سماحته أن نظرتنا للجوء السوري لا يمكن إلا أن تكون نظرة أخوية وإنسانية، مع التأكيد أنه ليست لدينا أرض للبيع أو للإيجار، وليست لدينا جوازات سفر للبيع والإيجار. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال إن الهجمات ضد السعودية هي استهداف للاعتدال ولدور المملكة في الدفاع عن القضايا العربية وعن المعنى الحقيقي للعروبة وللإسلام. أضاف إن تجرؤ الإرهابيين على الحرم النبوي الشريف هو فطح لكل زيف ادعاءاتهم بتمثيل الإسلام والمسلمين، وهو استهداف للاعتدال ولدور المملكة في الدفاع عن القضايا العربية. أن أبا بهية الحريري أعلنت التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الذي تؤكد الأحداث يوما بعد يوم أن ليس له دين ولا هوية، وقالت إن التضامن العربي والإسلامي هو أبلغ رد على هذا الخطر الداهم، ونأمل أن يترجم إلى خطة موحدة للتصدي للإرهاب، سائلين الله أن يحمي المملكة وشعبها ومقدساتها من كل شر. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن التفجيرات تدحض كل ما سيق ويساق بحق المملكة العربية السعودية من اتهامات باطلة بتمويل الإرهاب ودعمه، لبل تؤكد على أن المملكة تدفع غاليا ثمن محاربتها للإرهاب. وزارة الخارجية والمغتربين رأت أن الهجمات تحمل رسائل في أكثر من اتجاه، وهدفها إثارة النعرات الطائفية والمس بالمقدسات الدينية، وهي تعيد إلى الواجهة ضرورة تكاتف دول المنطقة إزاء مسلسل إراقة الدماء وجرائم الإرهاب المتربص شرا بها. النائب محمد كبارة استنكر التفجيرات الإرهابية الآثمة التي ضربت المملكة العربية السعودية، ولفت إلى أن من يستهدف مسجدا في القطيف والحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة في آن إنما يسعى إلى شق الصف الوطني وضرب أمن المملكة واستقرارها. حزب الله دان التفجيرات التي استهدفت السعودية واعتبرها مؤشرا على استخفاف الإرهابيين بكل مقدسات المسلمين وبكل ما أجمعوا على احترامه من أيام وأماكن، بما يؤكد انسلاخهم عن الأمة والدين الحنيف. وأضاف بيان الحزب أن ما قام به هؤلاء الإرهابيون وما قاموا به خلال الأيام الماضية من جرائم بشعة في تركيا والعراق وبنغلاديش ولبنان وغيرها يؤكد أن هذا الوباء الخطر بات بحاجة إلى معالجة جدية ومختلفة وإلى تضامن سياسي وشعبي واضح لاجتثاث هذا الورم الخبيث من جذوره. بعد الفاصل تتابعون في النشر. مداهمات للجيش في بعلبك،
إصابة مطلوب ومصادرة أسلحة. أهلا بكم من جديد. هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، آملا أن تتعزز أواصر التقارب والتلاقي بين كل الفئات اللبنانية في المرحلة المقبلة، بما يؤدي إلى المباشرة بحل الأزمة السياسية القائمة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وإعادة دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها، وتحريك دورة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل. واعتذر الحريري عن عدم تقبله التهاني بالعيد لوجوده خارج لبنان. واليوم وفي خطبة عيد الفطر المبارك، لفت السيد علي فضل الله إلى أن مواجهة الإرهاب التدميري ومعالجته لا يمكن أن تتم إلا بتضافر كل الجهود والطاقات وبتعاونها في هذا المجال، ورأى أنه لا يكفي في هذه المرحلة إصدار بيانات استنكار تدين هذا الإجرام بعدما طاولت نيرانه الجميع، قدر ما يحتاج الأمر إلى مشروع موحد وفاعل يقوم على وضوح في الرؤية ويخرج من حالة المزايدة. احتفلت دول عدة بأول أيام عيد الفطر السعيد، ولا سيما تركيا التي أكد رئيسها رجب طيب أردوغان استمرار بلاده بمكافحة الإرهاب، وأن قوات الأمن ستزيد من وتيرة ذلك في اليومين المقبلين. اكتظت المساجد في عدد من دول العالم بالمصلين، وارتفعت الصلوات احتفالا بحلول أول أيام عيد الفطر السعيد. في تركيا شارك أكثر من 10,000 من المواطنين الأتراك والجاليات الأخرى في صلاة وخطبة العيد بمساجد العاصمة أنقرة ومسجد السلطان أحمد في مدينة اسطنبول، واحتفل المواطنون بما اعتبروه العيد الحقيقي الذي به يتوحد المسلمون على المحبة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات عقب أدائه صلاة العيد في اسطنبول إن بلاده تواصل بإصرار مكافحة الإرهاب، وأن قوات الأمن ستزيد من وتيرة ذلك بعد انتهاء شهر رمضان. وذكر أردوغان أن هناك 30 موقوفا حاليا على خلفية الهجوم الذي استهدف مطار أتاتورك الدولي الثلاثاء الماضي، وأن هناك متورطين في الهجوم من بلدان القوقاز، من داغستان وقرقستان وتاجكستان، جميعهم من تنظيم داعش. أما في سوريا فقد انعكس الصراع الدائر منذ سنوات على تحديد موعد عيد الفطر المبارك، فبينما أعلنت حكومة النظام أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، احتفلت مناطق المعارضة في سوريا بالعيد الثلاثاء أسوة بتركيا. المساجد اكتظت كذلك بالمصلين في عدد قليل من دول العالم التي أحيت أول أيام العيد، مثل روسيا ودول البلقان وموريتانيا والنيجر ومالي وبعض دول أوروبا. هذا وتحتفل معظم البلاد العربية والإسلامية يوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، ولا سيما السعودية والإمارات والبحرين وقطر واليمن ومصر والأردن ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان وديوان الوقف السني العراقي. يستريح الحكومي سلسلة لقاءات عقدها رئيس الحكومة تمام سلام. أكد وزير العمل سجعان قزي أن قرار استخراج النفط والغاز يعود إلى المؤسسات الدستورية وتحديدا إلى مجلس الوزراء. قزي وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب جوني طبرجة. المشروع اللي كان نايم بالأدراج ويلي دولته مع معالي وزير المال حطوه على جدول أعمال وأقر، وهذا أمر جيد، ونحن كسروانيين كتير ممتنين لدولة الرئيس بهالأمر. الموضوع الثاني كان عملية النفط يلي أسير موضوعه في المرحلة الأخيرة، وأكدنا أنه هذا الأمر يفترض أنه حسمه يكون داخل المؤسسات الرسمية يعني بالدولة اللبنانية يعني بمجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس خلية الأزمات في وزارة الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت الأسبوع المقبل. واستقبل الرئيس سلام القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان داني هيل، وتناول البحث الأوضاع والتطورات. ومن زوار السراي وفدا من مجلس العمل اللبناني في السعودية برئاسة محمد شاهين الذي وجه دعوة للرئيس سلام لحضور الحفل التكريمي الذي سيقيمه المجلس للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري في 18 تموز الحالي. شدد رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان،
وخلال رعايته حفل إفطار أقيم لقدامى مدرسة الحكم في فندق فينيسيا بحضور النائب عبد اللطيف الزين ممثلا الرئيس نبيه بري ونائب عمار حوري ممثلا الرئيس سعد الحريري وشخصيات دعمت اللبنانيين إلى الانفتاح على بعضهم البعض لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن. يجري اليوم بين أبناء الوطن الواحد من قلة تفاهم وأبناء الدين الواحد والأمة الواحدة والمنطقة الواحدة أمر لا يرضى الله عنه. نصلي من صميم القلب أن يرفع الله هذه الشدة وأن يعين الناس بعضهم إلى بعض. إذا كان الله قد أمرنا بالرحمة فإن هذا أمر ممكن بقوته ونعمته تعالى، لذلك لا نيأس من حالنا ولا نقول إن الأمر مستحيل. اللهم اجمع شملنا، اللهم اقبل وحدتنا، نريد منك أن توحد بين قلوبنا وأن نكون لبنانيين متنوعين أحرارا بإيماننا موحدين بمحبتنا وقلوبنا البيضاء. أدت المداهمات التي أجراها الجيش في بعلبك اليوم إلى إصابة أحد المطلوبين إصابة بالغة وإلى مصادرة كميات من الأسلحة. عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي وتحديدا في حي التل الأبيض قرب الشراونة، نفذت دورية من مخابرات الجيش اللبناني مداهمة أفضت إلى توقيف اللبناني حمدان علي جعفر عند مفترق بلدة إعات. المداهمات تخللها تبادل لإطلاق النار بين الأخير والدورية، نتج عنه إصابة جعفر المذكور إصابة خطرة، نقل على إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة وهو في حالة غيبوبة. المنطقة شهدت اشتباكات سمع على إثرها ذوي قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة، وقد استهدف إحدى حواجز الجيش بقذيفة وإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة مؤهل بيده، وعلى الفور أرسل الجيش تعزيزاته إلى محلة الشراونة. كذلك صادر الجيش كمية من الأسلحة خلال مداهمته منزل ميم وهبة في حي التل الأبيض. أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة فجر اليوم في محيط أحد الملاهي الليلية في محلة الكسليك، أوقفت أحد المطلوبين للقضاء ويدعى فعين مواليد العام 1982 وهو لبناني، وأوضحت أنه مطلوب بموجب 5 مذكرات عدلية وفقا للتالي: إبلاغ مذكرة توقيف بجرم إتجار بالبشر، بلاغ مذكرة توقيف بجرم مخدرات، مذكرة توقيف بجرم قتل، مذكرة توقيف بجرم استغلال أشخاص في الدعارة، ومذكرة توقيف بجرم الدعارة. قال نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ أن الجيش والقوى الأمنية قاما بعمل جبار في مواجهة المجموعات الإرهابية، لكن هذا الأمر غير كاف لأن الحدود ما زالت سائبة. وفي حديث لبرنامج كلام بيروت رفض الصايغ الأمن الذاتي، إلا أنه أضاف أن كل مواطن يحق له أن يدافع عن نفسه إلى حين تدخل الجيش. الجيش اللبناني والقوى الأمنية عملوا عمل جبار حقيقة ضمن الخطوط اللي بيقدروا يتحركوا من ضمنها، لكن هذا طبعا منه كافي لأن حدودنا بعدها مسيبة، في قرارات أممية لازم تتطبق هيدي بتحمي سيادة لبنان. نحن ضد الأمن الذاتي، نحن مع الأمن اللامركزي، إنه البلديات تكون معززة بقواها البلدية، لكن كمان القوى اللامركزية بدها تكون تحت سلطة الشرعية المركزية. اعتبرنا إنه المشهد نافر جدا لما وزراء الدولة اللبنانية والنواب الأمة اللبنانية لما بدهم يوصلوا على القاع تاني نهار الحوادث بدهم يمرقوا على حواجز موصوفة ونازلة على الطريق وما في أي مبرر عسكري أمني لإلها، هي حواجز حزب الله. هذا المشهد يشير على أنه في شيء ما غير مفهوم بهذه العملية كله. لماذا المطلوب شكل علم، وضع العلم، نقول أنه أنتوا تفوتوا على القاع بدكم تمرقوا علي أنا كحزب شو الله؟ شو عم بيقول حزب الله؟ ما بعرف، بده يسأل عنا. أكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن التحقيقات جارية على أكثر من مسار في ملف تفجيرات القاع، وأضاف لصحيفة الجمهورية أن ما هو ثابت حتى اليوم أن الانتحاريين 8 هم سوريون جميعا وليس بينهم أي انتحاري من جنسية أخرى، وأن بعض الموقوفين في سجن رومية بتهم إرهابية قد تعرفوا إليهم لكن أسماءهم لم تظهر بعد، والتحريات جارية على أكثر من مستوى بحثا عن هويتهم، ما قد يسهل الوصول إلى حقائق إضافية.
في الجنوب اتخذت وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي تدابير أمنية احترازية عالية قرب الجوامع والمؤسسات السياحية والاقتصادية ومدن الملاهي في مدينة النبطية عشية عيد الفطر المبارك. وواصلت عناصر مخابرات الجيش مكتب النبطية إجراءاتها الوقائية، إذ داهمت تجمعات للنازحين السوريين في النبطية وكفروة والميرية وزفتة وبلدات أخرى، وأوقفت عددا من النازحين الذين لا يملكون إقامات شرعية وقانونية، كما صادرت دراجات نارية غير قانونية وغير شرعية. لبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاك وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسان دعوة النائب بهجة الحريري إلى مأدبة إفطار أقامتها في دارة مجد اليون، وكانت مناسبة تداولت خلالها الحريري مع كاك ولاسان في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك. بعد الفاصل، قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوما لداعش على مدينة ملبش. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. تفجيرات إرهابية تستهدف المملكة، أحدها في المدينة المنورة، وولي العهد السعودي يؤكد أن الإرهاب يزيدنا قوة وتماسكا. استنكارات دولية وعربية ومحلية لتفجيرات المملكة والحرير يقول إن الذين يزعمون أن السعودية تمول داعش مدعومون لصحوة ضمير. بعض الدول العربية والإسلامية احتفلت بأول أيام عيد الفطر وسط إجراءات أمنية مشددة. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قتل العشرات من مسلحي داعش خلال هجمات واسعة شنها التنظيم من محاور عدة لفك الحصار عن مدينة منبش، بينما سيطر تنظيم داعش على أجزاء من قرية الطرفاي والصالحية في حماة بعد معارك مع قوات النظام. لم تتهاون قوات سوريا الديمقراطية مع محاولة مسلحي داعش فك الحصار عن مدينة منبش التابعة لمحافظة حلب، بحيث قتلت العشرات من مسلحي التنظيم خلال الهجمات الواسعة التي شنها من محاور عدة. يأتي ذلك في وقت نفذت طائرات حربية غارات على منطقة الملاح، ترافق مع إلقاء البراميل المتفجرة على طريق الكاستيلو وقصف حي الحيدري وبلدتي كفر حمرة وكفرناها. في المقابل سقطت عدة رصاصات متفجرة أطلقتها الفصائل المقاتلة على مناطق سيطرت قوات النظام في حي الميدان. كذلك استمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مخيم حندرات وفي محيط بلدة الحاضر. كذلك قتل وجرح عشرات المدنيين في قصف جوي نفذه سلاح الجو الروسي على مدينة عندان وبلدة كفر حمراء شمال مدينة حلب. وفي ريف اللاذقية تمكنت المعارضة من السيطرة على قرى جديدة والتقدم باتجاه مدينة سلمى الاستراتيجية، أكبر معاقل قوات النظام في الساحل السوري. من جهة أخرى سيطر داعش على أجزاء من قرية الطرافي والصالحية في حماة بعد معارك مع قوات النظام، في حين دار قتال بين النظام وفصائل في ريف حماة الشرقي. وفي ريف دمشق نفذت طائرات حربية غارات على مناطق في مزارع مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية وقصفت أطراف مدينتي دومة وزملكة، بينما شن داعش هجوما على تمركزات لقوات النظام في محيط قرية المسعودية وخطاب بريف حمص الشرقي في ظل قصف لكتائب الأسد طال مدينة تلبيسة. وسط الحداد العام الذي يعيشه العراق على ضحايا اعتداءات حي الكرادة وسط بغداد، تواصل تشييع الضحايا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عدد من المفقودين. تزامنا أعلن مصدر في مديرية شرطة الأنبار انطلاق عملية تطهير منطقة زنكورة شمال الرمادي بمشاركة طيران التحالف الدولي، مضيفا أن القطاعات العسكرية تواصل تقدمها نحو الأهداف المرسومة لها في المنطقة، فيما قتل 12 عنصرا من القوات العراقية في تفجير بعربة مفخخة شمال الرمادي. اختتم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جلسات الحوار المنعقدة بقصر قرطاج بشأن مقترحه بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتم الاتفاق بين المشاركين على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار. فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه أمام مركز للشرطة الأندونيسية في مدينة سولو فقتل نفسه وأصاب ضابطا. وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وهو كان مشتبها به ونجح في الهرب من عملية دهم قبل 6 أشهر.
كما نصحت الشرطة الضباط الذين هم في الخدمة إلى توخي الحذر في أثناء العطلة الطويلة التي تشهدها البلاد احتفالا بعيد الفطر السعيد. أعلنت المجر أنها ستعيد كل لاجئ يدخل أراضيها بطريقة غير قانونية اعتبارا من ليل الثلاثاء، كما أوضحت السلطات أنها ستكثف دورياتها على حدود البلاد وستعيد كل لاجئ يدخل البلاد بطرق غير قانونية تعثر عليه بعمق 8 كيلومترات وتعيده إلى أقرب نقطة حدود تمهيدا لترحيله. بعد الفاصل تتابعون. تسهيلات للتجار والصناعيين في هيئة إدارة السير والآليات. ومع باسل الخطيب نصل إلى الصفحة الاقتصادية. تفضل باسل. أهلا روزي، أهلا بكم. تم في إدارة المناقصات في مبنى التفتيش المركزي إجراء مزايدة تتعلق باستثمار مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي، ورست المزايدة على المشغل الحالي وهي شركة الخرافي الكويتية، وذلك بمبلغ 6,700,000,000 ليرة لبنانية، أما المدة فهي 4 سنوات. وكانت قد تقدمت إلى هذه المزايدة 6 شركات بما فيها شركة الخرافي الكويتية التي فازت بالمزايدة. تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتسهيل وصول التجار والصناعيين على رخص تسجيل لآلياتهم. في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكويني عقد مؤتمر صحفي بين رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم. تم خلاله الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الغرفة والهيئة تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين للغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة لهم. سلوم قالت إن مذكرة التفاهم هذه أتت نتيجة التعاون الذي أبدته الغرفة لتعزيز العلاقة مع الهيئة ولتوفير الخدمة الملائمة لأصحاب المؤسسات والشركات، وهي مرتبطة بتسهيل وتقديم وإنجاز المعاملات الخاصة بالاستحصال على الموافقات المسبقة لتسجيل آليات الشحن الخصوصية، ومن خلال الرابط الإلكتروني الموصول مباشرة مع الغرفة والذي يتيح لنا الدخول والاطلاع على كافة المستندات المطلوبة لتوفير العناء على أصحاب العلاقة وللتأكد أيضا من صحتها وسلامتها. أما شقير فقال إن هذه المذكرة تفتح الباب أمام انضمام كل الغرف اللبنانية لهذه الآلية ضمن اتحاد الغرف اللبنانية لتعميم الفائدة على الجميع وعلى مساحة الوطن، معتبرا أن المطلوب اليوم بإلحاح التقدم سريعا في ملف المكننة الشاملة لإدارة الدولة وإجهزتها، خصوصا أن الدول القريبة قبل البعيدة سبقت لبنان بأشواط في هذا المضمار، ومن المعيب أن يبقى لبنان متخلف عن ركب التطور، خصوصا أن سهولة إنجاز المعاملات وشفافيتها يشكلان ركيزتين أساسيتين في قياس إنتاجية وتنافسية اقتصادات الدول. عالميا سجل الاسترليني أدنى مستوى في 31 عاما مقابل الدولار في ظل قلق المستثمرين من التداعيات الاقتصادية والمالية لتأييد البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وتراجعت العملة البريطانية التي تحملت عبء قلق الأسواق من التأثير الاقتصادي لنتيجة التصويت 1.3% لتصل إلى $1.31، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول من العام 1985. وبذلك يكون سعر الجنيه الاسترليني قد انخفض نحو 12% عما كان عليه قبل الاستفتاء الذي أدى إلى خروج وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت شركات في وقت متأخر يوم الاثنين إنها علقت كل التداولات في صندوقها العقاري ببريطانيا، وهو من أكبر الصناديق البلاد، وذلك في واحد من أول المؤشرات على الضغوط المالية الكبيرة منذ التصويت. وأضافت إن القرار اتخذ نتيجة لزيادة طلبات سداد الدين بسبب حالة الغموض التي تلت الاستفتاء. وقالت شركات الأسبوع الماضي إنها خفضت قيمة الصندوق الذي يستثمر في الأصول العقارية التجارية البريطانية 5%. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفصل تتابعون في الرياضة. اليويفا يحذر ويلز والبرتغال ممنوع الاحتفال مع العائلات على أرض الملعب. وإلى الصفحة الرياضية مع صبحي قبلاوي. تفضل صبحي. شكرا روزي.
مساء الخير مشاهدينا، نبلش اخبار الرياضه لبعد الظهر من اوروبا وتحديدا مع مانشستر يونايتد، حيث تحدث جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي خلال المؤتمر الصحفي عن رغبته باستعاده المان يونايتد لمكانته الطبيعيه بين كبار الانديه الاوروبيه خلال الفتره المقبله. وكشف مورينيو انه هدفه الرئيسي هو انه يكون الفريق مجموعه واحده واكثر تماسكا من اجل الفوز بالالقاب، واضاف السبيشال وان انه راح يشتغل على استعاده واسعاد الجماهير يلي بتحب مانشستر يونايتد بعد مرور النادي بثلاث مواسم سيئه جدا. وانهى الحديث مورينيو قائلا: انا مدربا لافضل ناد في انجلترا، علينا الاهتمام بانفسنا وعدم التركيز على الاخرين وسنرى ما سيحدث. هذا كان الحديث لجوزيه مورينيو. من الواضح انه الانتقالات الضخمه رح تكون غائبه هالصيفيه مع تجديد برشلونه الاسباني لعقد نجمه البرازيلي نيمار، ولكن المانشستر سيتي عم يتحدث عن عرض تاريخي لنجم برشلونه الاسباني لويس سواريز، وغيرها من الاخبار عن سوق الانتقالات من تبعها بهالتقرير. كشف تقرير صحفي بريطاني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عم يسعى ليقدم عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي البرشا. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن بيبي غوارديولا المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي عم يسعى أنه يكون فريق قوي، والنادي مستعد ليقدم عرض بقيمة 100 مليون يورو ليضم سواريز يلي بيرغب بيبي أنه يكون موجود مع الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال سواريز وهو خيو لبيبي غوارديولا يمكن يساهم بانتقال اللاعب ليلعب مرة جديدة بالدوري الإنجليزي. منذكر أنه سواريز كان انضم لصفوف برشلونة قبل سنتين من فريق ليفربول الإنجليزي. ذكر التقرير صحفيا أنه قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي بيت قريب كتير أنه ينضم لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. وأوضحت صحيفة بريطانية أنه كوليبالي قرر أخيرا الرحيل عن صفوف فريقه الحالي نابولي من بعد ما تجمدت المفاوضات حول الطرفين معقول وإمكانية حصول اللاعب على عقد جديد. وبتتقدر قيمة كوليبالي بالسوق حاليا بحوالي 30 مليون جنيه استرليني. وسبق لرئيس نادي نابولي أنه رفض رحيل لاعبه هالموسم، بس أخيرا انصاع لرغبة كوليبالي بترك الفريق. ذكر التقرير صحفي إسباني أن نادي ريال مدريد عم يستعد لإعلان تمديد عقد نجمه الويلزي جاريس بيل. تجديد عقد بيل وصل لمراحل متقدمة من وقت ما بلشت المحادثات الأولى بهالشي بشهر فبراير الماضي، وكان كل الشكوك اختفت يلي كانت محيطة بمستوى اللاعب بعد الأداء الرائع يلي قدمه بموسم 2016، بالإضافة لاستمراره مع منتخب بلاده بلعب دور الحصان الأسود بيورو 2016، وحاليا صار موجود معه بالدور النصف نهائي. ومعقول كتير بشروط تجديد العقد أن يوصل عقده لبيل الجديد حتى عام 2021. ذكر التقرير صحفيا أن العقد الجديد للمهاجم البرازيلي الدولي نيمار مع فريق برشلونة رح يمنحه 25 مليون يورو بالموسم الواحد بعد الضرائب، وهذا يعني حصوله على راتب أعلى من يلي بيحصل عليه الساحل الأرجنتيني ليونيل ميسي بحوالي 3 مليون يورو. ووفقا لصحيفة ماركا فبرشلونة اضطر لزيادة راتب نيمار بشكل ملحوظ أثناء مفاوضات تجديد العقد خوفا من انتقاله لنادي آخر. كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي من الانضمام لصفوف نادي روما خلال ميركاتو الصيف الحالي. وأبدى زاباليتا موافقته أنه ينضم لصفوف الفريق الإيطالي بعد عدة مفاوضات بحسب يلي كشفته صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية. ورح يوقع زاباليتا على عقد بيمتد لثلاث سنوات مقابل 2 مليون يورو ونص كراتب سنوي، وأيضا رح تكلف الصفقة حوالي 3 مليون يورو تقريبا. ذكر موقع اسباني انه نادي مانشستر يونايتد ولاعبه خوان ماتا يمكن يرجع للدوري الاسباني، خاصه عبر نادي سابق فالنسيا بعد تولي جوزي مورينيو الاداره الفنيه للشياطين الحمر. وسبق انه رحل ماتا عن صفوف تشيلسي لعدم توافق طريقه لعبه مع خطط المدرب البرتغالي. وأضاف الموقع أنه ماتا رح يكون بديل مثالي للبرتغالي جوميز بحال رحل الأخير عن صفوف فريق الخفافيش. بيسعى نادي ستوك سيتي الإنجليزي للتعاقد مع نجم فنربخشي ومنتخب البرتغال لويس ناني بالفترة المقبلة، بالرغم من اقتراب نادي فالنسيا الإسباني من الحصول على خدماته. وبتأمل إدارة الفريق أنه تقنع صاحب 29 سنة بالعودة للدوري الممتاز، لأنه لعب سابقا بقميص مانشستر يونايتد من خلال التفوق على العرض المالي المقدم من فالنسيا.
وجه الاتحاد الأوروبي للفوتبول تحذير إلى لاعبي منتخبي ويلز والبرتغال، بيمنع من خلاله اقتحام عائلاتهم أرض الملعب بعد انتهاء المباريات والاحتفال، بوقت عم يسعى اليوفا لإيقاف ظاهرة احتفال عائلات اللاعبين معهم على أرض الملعب بعد انتهاء كل مباراة، ليمنع هالاحتفالات من أنه تصير عادة بالتصفيات، حيث بيدخل أولاد وزوجات وأفراد العائلة والرفاق إلى أرض الملعب لمشاركة اللاعبين فرحتهم. هذا كان كل شيء برياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. والآن نذكر بعناوين النشر. تفجيرات إرهابية تستهدف المملكة، أحدها في المدينة المنورة، وولي العهد السعودي يؤكد أن الإرهاب يزيدنا قوة وتماسكا. استنكارات دولية وعربية ومحلية لتفجيرات المملكة، والحريري يقول إن الذين يزعمون أن السعودية تمول داعش مدعوون لصحوة ضمير. بعض الدول العربية والإسلامية احتفلت بأول أيام عيد الفطر وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان في الاقتصاد، 6 شركات تتسابق على استثمار مواقف المطار، ومجموعة الخرائف تفوز من جد. وفي الرياضة، مانشستر يونايتد يحضر عقدا تاريخيا للتعاقد مع نجم برشلونة سواريز. النشرة انتهت، شكرا مشاهدينا للمتابعة، إلى اللقاء. أن بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات.